بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين. أما بعد، فنحن الآن في وادي الحمراء الذي يلتقي مع شعب آخر من وادي الصفيراء بعد وادي الصفراء، وكذلك من شعب وادي زفران أو ذفران وذات أجدال. وقد دخلنا في هذه الجهة إلى المقبرة التي دفن فيها سيدنا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب شهيد بدر الكبير رضي الله عنه وأرضاه، الذي يقال أن هذا قبره. طبعا القبر ليس معلوما عينا. هذه المقبرة في هذا الوادي، وادي الحمراء، والقبر ليس معلوما عينا، لكن يقال أنه هذا ويقال غير ذلك. السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، واغفر الأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها يا كريم. هذا مآل كل حي، والقبر صندوق العمل، فطوبى لمن كان قبره روضة من رياض الجنة. ورضي الله عن ساداتنا الصحابة والتابعين وآل البيت الكرماء، وعن الشهداء رضي الله عنهم. وطبعا قصة مقتله رضي الله عنه في المبارزة التي وقعت بين ثلاث من صناديد قريش، عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد ابن عتبة ابن ربيعة. فخرج لهم ثلاثة من الأنصار فقالوا: أكفاء كرام، ولكننا نريد أبناء عمنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة. فقام الثلاثة. وفي هذا يقول سيدنا علي بن أبي طالب: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن فيه وفي من معه من الثلاثة الذين قاتلوا صناديد قريش. نزل قول الله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. فيجثو سيدنا علي وأصحابه للخصومة بين يدي الله تعالى في أنهم قاتلوا هؤلاء على الإسلام وفي سبيل الله تعالى، فيرفع الله لهم أجورهم سبحانه وبحمده، ويقضي بينهم بعدله وبرحمته سبحانه وبحمده، فيجزي من قاتل في سبيله حسن الجزاء، ويجزي الكافرين شر ما كانوا يعملون سبحانه وبحمده. فقتل علي غريمه، وقتل حمزة غريمه، واختلف عبيدة وغريمه ضربتين، فطن في طرف رجله وطعنه، فجرح جراحا بليغة، وفاضت نفسه في هذا الموضع. والنبي صلى الله عليه وسلم عائد من بدر، ونحن على بعد يعني قرابة بين 15 و20 كيلا من موضع مدينة بدر. وبهذا نكون أعطينا فكرة عن هذا الموضع الجليل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد أنكم قد أديتم أمانة وبلغتم الرسالة ونصحتم الأمة وجاهدتم في الله حق الجهاد، جزاكم الله عنا خيرا يا صحابة رسول الله، وجمعنا بكم في مستقر رحمته. سبحان الله العظيم. هذه ايش يا سيدي؟ اقوام حجاره. هذه شواخص او شواهد، شواخص للاستخدام عند الدفن، استخدام المقابر. تمام. شوف، طويلة. نعم. الله يرحم حالنا يا رب، ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة.